أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله واذكر في الكتاب مريم إذ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا وقد خاب من افترى
جَارِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى
تَتَّبِعُونَ إِلَّا